لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، وفقا لناشط مدني، القوات الحكومية اعتقلت نحو 120 متظاهرا في البصرة. في صحيفة المدى، البصرة تستأنف التظاهرات تزامنا مع جلسة برلمانية تناقش خدماتها. في موقع كتابات، السفير البريطاني في بغداد: الفساد أكبر تهديد للعراق بعد داعش. في العربي الجديد، روحاني: منفذو هجوم الأحواز تلقوا دعما من دول خليجية. في صحيفة القدس العربي، إيران تستدعي 3 دبلوماسيين أوروبيين بعد الهجوم في الأهواز. في صحيفة الحياة، اجتماع في بغداد لمكافحة داعش بمشاركة روسية إيرانية سورية. السلام عليكم. ليس من السهل رسم توقعات دقيقة تتعلق بيوميات العملية السياسية في العراق فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، ذلك لأن جزئيات الوضع السياسي تعيش على رمال متحركة لا تضبطها معطيات سياسية تقليدية ولا تحكمها ضوابط الديمقراطية البرلمانية القائلة إن الحزب الفائز بأصوات الأغلبية هو الذي يختار رئيس الوزراء ويشكل الحكومة، وإن لم تتحقق الأغلبية يطرح حل تكوين ائتلاف بحسب ماجد السمرائي في العرب اللندنية. وجدت إيران ضرورة استخدام الولاءات التي اشتغلت وتعبت عليها كثيرا، ليس في الميدان الشيعي حسب، وإنما أيضا في الميدانين السني والكردي، وهي تواجه واشنطن اليوم داخل العراق ليس بالشيعة فقط وإنما بالسنة والأكراد أيضا، وفق بدعة الكتلة الأكبر. الكتلة الشيعية الموالية لإيران هي الأكبر، وعمليا هي التي تغلبت في اختيار رئيس البرلمان السني على كتلة الإصلاح، وهي الطريقة ذاتها التي سيتم فيها اختيار رئيس الوزراء. وهناك تسريبات تتحدث عن وجود ممثل عن حزب الله اللبناني لعب دورا مهما في اختيار رئيس البرلمان الجديد، اسمه محمد الكوثراني، تسلم ملف الميليشيات العراقية بطلب إيراني، وهو الذي يلقب بجامع الفرقاء الشيعة في العراق. قوى الهيمنة السياسية الجديدة في العراق ذات أذرع عسكرية قتالية لديها القدرة على مسك الشارع بقوة السلاح، وبالتالي يبدو أن إيران كسبت جولة صناعة الدورة الجديدة في سلطات الحكم فيما فشل مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكورغ. سيكون رئيس الحكومة من البيت السياسي الشيعي وفق نظام المحاصصة التقليدي، وستراعى في خياره متطلبات المرحلة الجديدة وشروط المرجعية الشيعية وبالحدود الدنيا، ألا يكون محسوبا على مافيات الفساد أو مجربا بالفشل، وقد يكون معروفا باستقلاليته، ومن المستبعد أن يكون من حزب الدعوة. هذه مواصفات عامة، ومفاجآت الوضع السياسي اليومية قد تعرض اسما ليس ممن يتم تداول أسمائهم بحسب الكاتب. تعتبر أغلب أوساط المحللين السياسيين المحايدين المعنيين بالأوضاع في الشرق الأوسط بأن نظام إيران قد تجاوز الحدود العادية لتدخلاته في العراق، وهو الآن في طور فرض الوصاية عليه من مختلف النواحي، وهو أمر يثير قلق الشعب العراقي برمته، وحتى الشيعة الذين يزعم هذا النظام بأنه يدافع عنهم، كما أن هذه الوصاية تثير قلقا وتوجسا في بلدان المنطقة، وهي أيضا مصدر عدم ارتياح دولي، وتثير الريبة لأكثر من سبب بحسب الكاتب مثنى التشادرتشي، الذي دعا إلى رفض الوصاية الإيرانية في العراق في مقال بموقع كتابات. هذه الوصاية المشبوهة التي يمكننا القول أنها أخطر بكثير من مرحلة الانتداب البريطاني في العراق،
خصوصا لأنها تفرض نفسها في كل شيء وتتدخل في أبسط التفاصيل. ومن أهم خصائصها السلبية جدا بالنسبة للشعب العراقي، إنها لا تأبه لإرادة الشعب العراقي وتجعل الأمور تسير وفقا لمشيئتها ورغباتها، كما أنها لا تعترف بالسيادة الوطنية للعراق وتعتبره مباحا أمامها من كل النواحي. الوصاية الإيرانية على العراق لم تعد سرا أو أمرا وقضية غير معروفة، بل إن العالم كله صار على اطلاع كامل بها. وها هي صحيفة لوموند الفرنسية المشهورة تقول في مقال تحليلي لها أن الوضع في العراق باعتباره تحت وصاية النظام ليس جيدا. تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد واجه تعثرا طال أمده، ما يعكس المعارضة المتنامية لتدخلات النظام الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية، حتى بين الشيعة في العراق الذين أضرموا النار في قنصلية الجمهورية الإسلامية بالبصرة. وبطبيعة الحال فإن النظام الإيراني الذي يدرك جيدا مدى رفض الشعب العراقي له ولدوره ولوصايته الخبيثة جدا. رجال الدين الحاكمون في إيران والذين ينظرون للعراق باعتباره مقاطعة تابعة لنظامهم وساحة من أجل تصفية حساباتهم مع أعدائهم وخصومهم، يعلمون جيدا بأنهم وفي حالة فقدانهم للعراق بعد أن تراجع دورهم في سوريا وصار هامشيا أمام روسيا، فإن ذلك سيفتح باب جهنم عليهم من جانب الشعب الإيراني. كتب سامي الزبيدي في مقاله في صحيفة الزمان العراقية يقول: صحيح أن الفساد المالي والإداري استشرى في كل مفاصل الدولة العراقية منذ أول حكومة شكلت وإلى أيامنا هذا، ومارس هذا الفساد أغلب السياسيين والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين ومن السلطات القضائية. هذا الفساد الكبير لم يحدث عفويا، بل كان ضمن الأهداف الخبيثة للاحتلال الأمريكي لتدمير العراق. والمشكلة أن هذا الفساد استشرى بسرعة في كل مؤسسات الدولة ولأسباب واضحة، أهمها أن من استلم مقاليد الأمور في البلاد هم أول من مارس الفساد والسرقة، لأنهم لم يكونوا سياسيين، بل كما وصفهم بريمر الحاكم المدني الأمريكي للعراق بعد الغزو أنهم لصوص جئنا بهم من الشارع. والأمر الآخر عدم محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وما يحاسبهم إذا كانوا هم أول وأكبر الفاسدين وفي حال سقوط أحد السياسيين والمسؤولين في قضايا فساد واضحة ومعلنة، فسرعان ما تتم حمايته من حزبه، وإذا تطورت الأمور فيصار إلى إصدار قانون عفو يشمل هذا الفاسد ويشمل أمثاله، فينجو بفساده وسرقاته وتذهب أموال الشعب إليه وإلى عائلته وحزبه. يضاف إلى ذلك ضعف المستوى الثقافي والأكاديمي التخصصي لدى أغلب المسؤولين والسياسيين الذين لم يصدقوا أنهم تسلموا مناصب عليا ووزارات سال لعابهم لموازناتها وأموالها ومشاريعها التي لم ينفذ أي منها، وتم سرقة أموالها دون أن يسألهم أحد. والمصيبة أن الدولة شرعت قوانين تشرعن فيها للفساد والسرقة، والأمثلة عليها عديدة، ومن هذه القوانين قوانين رواتب الرئاسات الثلاث ومخصصاتهم وحماياتهم وأرتال عجلاتهم. لمصلحة من يشرعن الفساد بقوانين من الدولة وأجهزتها، ومن ثم تتعالى الأصوات من السياسيين والمسؤولين في الحكومة والدولة ومن الأجهزة الرقابية والقضائية بضرورة محاربة الفساد. تعرف منظمة الشفافية الدولية تعرف الفساد على أنه سوء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب فردية، وهو على مستويين: الكبير وهو يمارس على مستوى كبار موظفي الدولة، والصغير ويمارس على مستوى صغار الموظفين. وهناك الفساد السياسي ويقع ضمنه الفساد المالي والإداري. من يحارب الفساد في العراق وكيف؟ سؤال أجابت عنه الكاتبة لاهاي عبد الحسين في مقال بصحيفة المدى. السؤال:
منذ متى كانت المنظومة القيمية للأشخاص منطلقاً للعلاج؟ هل يعمل موظفو الدولة في العراق بحسب منظومة قيمية تتبع نسق اعتقاداتهم الدينية والمذهبية؟ أم أن عليهم السير وفق منظومة قانونية وضعية تطبق بعناية وبلا اجتهادات شخصية أو عقائدية؟ القيم الاجتماعية دينية أو غير دينية لا تتعدى أن تكون مبادئ عامة مجردة للسلوك يشعر تجاهها الأفراد بقوة المشاعر وتوفر لهم غطاء أدبيا يعتمدون عليه، إلا أن الأفراد معروفون على وجه العموم بسرعة الاستعداد لتجاوز قيمهم ومخالفتها عندما لا يجدونها منسجمة مع مصالحهم الفردية والجماعاتية. الفساد لا يكافح باستنهاض القيم ومحاولة تطوير الأعراف الراسخة خاصة على مستوى العمل في مؤسسات الدولة. يكافح الفساد من خلال إحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة وضبط عملها وإجبار المشتغلين فيها على التسليم في أنهم منتدبون للعمل وليسوا مالكين له. يذكر أن العراق حصل على درجة 16% في مدى استشراء الفساد فيه، متقدما بذلك على ليبيا وأنغولا وجنوب السودان وأفغانستان وكوريا الشمالية والصومال. هل تبدد كابوس إدلب أم تأجل؟ سؤال طرحه الكاتب عمر كوش في مقال بصحيفة العربية الجديد، إذ يشير الاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي الروسي إلى أن كابوس الكارثة الإنسانية الذي كان يلاحق أهالي محافظة إدلب ومقاتليها ومحيطها قد تبدد على الأقل مؤقتاً بالإعلان عن بنود اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح. وإذا كان الساسة الروس قد أدركوا أن أي هجوم عسكري واسع على محافظة إدلب ومحيطها سيكون مكلفا للغاية وخصوصا على الصعيد الإنساني ويستدعي استنكارا دوليا وأمميا وردود فعل دولية قوية ضدهم وضد نظام الأسد، إلا أن الأهم هو إدراكهم أن ميليشيات نظام الأسد ونظام الملالي الإيراني لا تملك القدرة على اجتياح منطقة تصل مساحتها إلى نحو 10,000 كيلومتر مربع ويوجد فيها آلاف المقاتلين من أبناء أهالي المنطقة وآخرون هجروا قسريا إليها من مناطق مختلفة من سوريا، إضافة إلى وجود مقاتلين من هيئة تحرير الشام وسواها. وبالتالي فإن فتح معركة في إدلب ومحيطها ستشكل مهمة صعبة بالنسبة إليهم ولحليفيهم نظامي الأسد وإيران. وسيشكل تنفيذ الاتفاق الروسي التركي حيال إدلب وجوارها اختبارا حقيقيا للتفاهمات بين أنقرة وموسكو التي بدأت منذ نهاية عام 2016 واجترح على أثرها مسار أستانا بينهما، ثم التحق بهما نظام الملالي الإيراني الذي لم يجد مثل النظام سوى الإعلان عن قبوله الاتفاق الروسي التركي، لكن ذلك لا يلغي أبدا احتمالات الانتكاس الذي قد يعتريه أو الخروق التي قد تأتي من ميليشيات نظام الأسد أو من رصيفه نظام الملالي الإيراني. عن دلالات الهجوم الدموي في إيران وآثاره نشر موقع عربي 21 مقالا للكاتب جمال سلطان، حيث قال فيه: على كل حال يبدو أن المنطقة دخلت مرحلة جديدة يلقي الجميع فيها بكل أوراق اللعب التي يملكونها والتي كانوا يتعففون عن استخدامها في السابق، ويبدو أن الصيغة الإيرانية التي أحسنت إيران استخدامها طوال السنوات الماضية لخلط الأوراق في المنطقة ستغري الآخرين باستخدام الطريقة نفسها، خاصة بعد أن نجحت إيران بالفعل في إثارة الفوضى والخراب والفتن الطائفية على نطاق واسع في العراق وسوريا ولبنان والخليج واليمن، وعرضت الأمن القومي للمنطقة بكاملها للخطر الكبير. أيا كانت الجهة التي تقف وراء العملية، إلا أنها مؤشر خطير على أن إيران دخلت في حزام العنف العرقي والطائفي الذي يعصف بالمنطقة والذي تفجر بعد ثورتها
في عام 79 و900 ألف، التي تحولت إلى مشروع تمدد وهيمنة يستخدم الاختراق الطائفي عبر وكلائها من تنظيمات وكوادر، ويوظفه بكل وسائل العنف لفرض أجندته في المنطقة. كما أن إيران يصعب عليها أن تستجلب الإدانات السياسية على تلك العملية، لأنها الدولة التي شرعت للمنظمات الموالية لها استخدام السلاح ضد نظم الحكم أو ضد الآخرين، وهي الدولة التي وضعت اسم خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري أنور السادات على أحد أهم شوارع عاصمتها. كما أنها الدولة التي تمول حزب الله في لبنان، وميليشيات العراق في سوريا، وميليشيات الحوثي في اليمن، والمنظمات الإرهابية شرقي السعودية، أي أنها هي التي فتحت باب اللعب بالنار عن طريق الوكلاء في المنطقة، ويبدو أن النار بدأت تقترب من يدها وقلبها للمرة الأولى. يؤدي المسلمون في محافظة فتاني التايلاندية صلواتهم في مسجد كروسي الذي لا يحتوي لا على قبة ولا على مئذنة منذ 400 عام، وأيضا يؤدون صلواتهم في مسجد تالومانو أقدم مسجد خشبي في البلاد. ويقع مسجد كروسي على مبعدة 7 كيلومترات عن فتاني التي يتركز فيها المسلمون، وتقع على الحدود مع ماليزيا. ورغم بدء أعمال تشييد المسجد عام 1583، فإن المسجد لم يكتمل بسبب خلاف على السلطة بين سلطان فتاني ناريسوان وشقيقه آنذاك. ويعد المسجد أحد أهم المعالم الأثرية في المناطق الجنوبية من تايلاند، حيث يستقبل الكثير من السياح الماليزيين الذين يطلقون عليه اسم مسجد كاريساك. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.